خلينا نروح مع حضراتكم بقى لملف في غايه الاهميه واتكلمنا عنه وهنفضل نتكلم عنه الايام اللي جايه كلها، وهو بارالمبياد طوكيو، وتحديدا اللاعب اللي اتكلمنا عنه كتير وامبارح برضو حماتو، لاعب تنس الطاوله المشارك في الالعاب البارالمبيه اللي ابهر الجمهور وابهر المشاهير. والله مهما اقول لحضراتكم قد ايه كان في يعني فخر بهذا اللاعب من ناس لا تنتمي ولا ليه علاقه اصلا بالوطن العربي ولا بمصر ولا باي حاجه، بس هذا النموذج اللي فيه عزيمه وفيه اصرار وفيه قوة حقيقي. خلينا نقول لحضراتكم من الناس كمان اللي اعجبت جدا بابراهيم حماتو، هذا اللاعب المصري اللي كلنا بنفتخر بيه، لاعب التنس السربي الشهير نوفاك ديكوفيتش المصنف اول عالميا، اللي امبارح احتفى بالمصري ونشر عبر حسابه على انستغرام فيديو ليه اثناء مشاركته في الالعاب، وكتب كده ديكوفيتش تعليق قال: رائع، انا في حاله ذهول، حماتو كان تعرض لحادث قطار وهو في العاشره من عمره ادى الى بتر ذراعه، ولكنه تمكن من احتراف لعبه تنس الطاوله رغم كده، وابهر حماتو العالم اثناء مشاركته الثانيه على التوالي كمان في الالعاب البارالمبيه في منافسات تنس الطاوله، ان هو بيمارس اللعبه وهو بيمسك المضرب زي ما حضراتكم اكيد عارفين يعني بفمه او ببقه، والبعثة حققت زي ما احنا عارفين لحد دلوقتي 6 ميداليات، 4 فضة و2 برونزية، مبروك لينا جميعا. وبرده رغم خروج حماتو انا بقول لحضراتكم اكيد كلنا فخورين بهذا اللاعب الاستثنائي حقيقي، ومش على فكره بقى يا كريم، مش انا اللي بقول عليه كده، اولمبياد عفوا بارالمبياد طوكيو 2020 هي اللي اطلقت عليه هذا اللقب، قالت عليه بطل استثنائي. ف بص بغض النظر بجد عن ان هو بس مصري لان ده فخر لينا جميعا، ولكن كمان كانسان يعني شوف انت عندك 10 سنين للاسف تتعرض لحادث يعني بتر وبعدين تكمل حياتك، طبعا عارف ان انت مختلف، عارف ان فرصك في الحياه ممكن تكون اقل من ناس كتيره جدا، لكن انا عايز ابقى حاجه. وعلى فكره لما انت تبقى عايز تبقى حاجه انت اللي لازم تاخد هذا القرار، محدش هياخده لك ومحدش هيقف جنبك وما تستناش حد يقف جنبك، انت اشتغل على نفسك وفي الاخر ربنا بيوفقك وبيوقف لك بقى الناس في طريقك. فبجد احنا ان شاء الله باذن الله نوعد حضراتكم احنا هنحاول يكون معانا ضيف 10 الصبح في الاهلي، لان هو نموذج مشرف، عايزين نسمع منه هو شخصيا الرحله دي ازاي، الصعوبات ازاي اللي عدى عليها، كل الكلام ده عشان احنا نفسنا يعني نتعلم. كانت لمسه حلوه قوي امبارح. بصي مش مجرد استثنائي، دي حاله يعني فريده جدا من نوعها على مستوى العالم. احنا بنتكلم على فكره، لما نيجي نتكلم على فكره تحدي الصعاب، الكلام ده بيكون دباجه كده بتتقال دايما في المناسبات المشابهه، ولكن لما نلاقي ان في بني ادم عمل ده وبحذافيره وبمنتهى النجاح، نتكلم على تحديات مش عاديه. الواحد مننا لما بيجي له مثلا دور برد ولا حاجه مش بيحس قادر ولا عارف يرفع ايده وصعبان عليه نفسه وحاسس ان الدنيا كلها ضده، احنا بنتكلم على حد ملهم، حد من الصنف اللي الواحد مننا لما يركز كده في سيرته وفي مشواره يتكسف، يعني يختشي على دمه زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم على نموذج مصري مشرف مبهر للعالم كله، حقيقي حقيقي يعني، يعني ربنا يعني يكتر من امثال المصريين اللي عندهم هذا الكم من روح التحدي والروح القتاليه. احنا محتاجين ده، احنا لو تحولنا كلنا لبني ادمين عندنا تمن مش ربع تمن الروح اللي عنده، ده احنا هنولع الدنيا على مستوى العالم. ربنا يوفقهم يا رب ابطالنا في البارالمبياد، ويعني احنا كلنا معاكم وداعمينكم وفخورين بيكم مع اي حاجه. ولو تشوف يا كريم كل يعني فايز بسبب الفضيه او غيره البرونزيه لما بطل منهم بيفوز، السعاده اللي بتكون عليه يعني حاجه جميله. ربنا ان شاء الله يوفقكم وترجعوا لنا كده ابطال زي ما انتم دايما بميداليات كتيره جدا.